ما أحلى وما أجمل حينما نبدأ بذكر الله، أصبحنا وأصبح الملك لله. دعونا نسمات الصباح الجميلة تصبحكم لتخاطبكم بالخير والتفاؤل. أحلى تحية صباحية لكل اللي بيتابعونا في برنامج أحلى صباح. صباح الخير عليك مشاعر. صباح الخير يا سلمى، وصباح الخير لكل المشاهدين اللي بيتابعونا الآن. صباح جديد، عمر مديد، ويوم أحلى بالتأكيد بمشاهدتكم لنا ومتابعتكم لنا عبر فقرات عديدة في هذا الصباح من أحلى صباح ليوم الليلة. بتمنى أنكم دائما تتواصلوا معنا في هذا الصباح. أكيد طبعا مشاعر والمشاهد الكريم، يمكن كل يوم عودناكم بفقراتنا وبحلقاتنا الجديدة، وكل يوم بيكون عندنا لينا موضوع جديد وحلقة جديدة. موضوع حلقتنا الليلة احنا عايزين نتكلم عن اللهجات المحلية أو اللغات المحلية. نعم، يمكن اللغات المحلية أو اللهجات المحلية هو موضوعنا ليوم الليلة. بتمنى أنكم تتواصلوا معنا دائما على التلفون، وكمان على الرسائل القصيرة اللي بترسلوها لنا دائما، عشان نتكلم أكثر بصورة كبيرة جدا عن اللغات. يمكن في جنوب السودان هي اللغة الرسمية هي اللغة الإنجليزية، واللغة الإنجليزية بدأت في العالم كله يمكن، أو جنوب السودان بصفة خاصة، في العام 1928، واحترف بها كثير جدا من الدول. أما اللغة العربية هي كانت اللغة الثانية في جنوب السودان، ويا سلمى من اللغة الثانية يعني. نعم، هي كانت اللغة الثانية، وكانت يعني دخلت يمكن بعد الإسلام طوالي مباشرة. واللغة العربية اللي هي كانت اللغة بتاعت قريش، نعم، ويمكن دخلت لنا هو بعد انتشرت يعني انتشارها بعد الإسلام. وزي ما نحن قلنا اللغة الأساسية هي كانت اللغة الإنجليزية. نعم. وبرضو يا مشاعر، نحن عايزين نقول إنه يعني اللهجات المحلية أو اللغات المحلية يعني هي كانت قبال اللغة الإنجليزية، وكانت قبل اللغة العربية. نعم، عشان كده إحنا كيف نقدر نعمق، كيف نقدر نعمق اللغة لغاتنا المحلية. لغاتنا المحلية بصفة عامة، ويمكن جنوب السودان في كثير جدا من اللغات المحلية الموجودة. واحدة من اللغات اللي يمكن بقت مشهورة جدا في جنوب السودان، وهي اللغة العربية، اللغة الثانية عربي جوبا. وعربي جوبا هو نابع من قبيلة البارية في جنوب السودان، وبيداول به كثير جدا في يعني حتى ما في جنوب السودان، فقط بقى برا يعني الناس بتتخاطب به وبتتكلم به بصورة أكبر. في جزء كبير من لغاتنا الموجودة بقت حتى تدرس في جامعات كبيرة جدا في مختلف العالم. إذا مشاهدينا، هي حلقتنا الليلة عن اللغات في جنوب السودان، كيف نقدر نثبتها وكيف نقدر نتكلم بها، وهي ممكن تكون إضافة لنا وممكن تكون ما إضافة. محاور كثيرة جدا نحن منتظرينكم إنكم تتكلموا معانا بالتأكيد فيها عبر أرقام التلفونات اللي حتظهر لكم على الشاشة، وكمان على صفحتنا على الفيسبوك. نتواصل مع بعض في يمكن من الآن لحد الساعة 12. نعم، أكيد يا حياة يا مشاعر، إنه لغاتنا المحلية يعني يمكن نحن عندنا يعني العديد من القبائل اللي هم بيتكلموا لغات مختلفة. يعني مثلا عندنا مثلا في جنوب السودان ما يقارب 64 قبيلة. نعم. وال 64 قبيلة يعني يمكن كل واحد عندها لغتها، وكل واحد عندها لهجتها الخاصة. برضو يا مشاعر، أنا عايزة أقول إنه يعني لغاتنا المحلية يعني كيف نحن مثلا نقدر نستخدمها بتين. نحن بنشوف احيانا كثير يعني في الاماكن العامه. نعم. ممكن الليله مثلا كلغه لغتي المحليه، مثلا انا من دينكا، انا في المكتب اتكلم لغه الدينكا، اتكلم مثلا في الحتات العامه، مثلا في اجتماعات عائليه. عشان كده احنا نقدر يعني بتين نحن نقدر نتكلم باللغات المحلية. نعم، حتى يا سلمى في جنوب السودان هنا الدستور بتاعنا القومي نص انه ممكن نحن نتكلم بلغات عديدة جدا. نعم. في جنوب السودان هنا نحن اكيد بنتواصل مع كل المشاهدين اللي بيتابعونا في حلقاتنا الليلة. بتمنى انكم انتم برضه تتواصلوا معنا ونتكلم اكثر عن اللهجات او اللغات الموجودة في جنوب السودان. هي ممكن تكون اضافة ثقافية. نعم. اجتماعية، فنية، في مختلف. نعم. تداول الحياة. نعم. الموجود. نعم، اكيد طبعا. نعم. برضه يا مشاعر، نحن زي ما قلنا انه اللغه اللي بقت يعني معروفه هنا في مدينه جوبا هي اللغه العربي جوبا. وعربي جوبا دي تكونت لنا كانت من بعد القرن العشرين، يعني هي دخلت بعد القرن العشرين بقت يعني لغه رسميه. حتى يعني لو نحن لاحظنا كل الناس اللي هي بتيجي هنا، يمكن دي اللغه الوحيده اللي اكثر ناس بيتكلموا بها.
الناس اللي دخلت حتى هي متداولة وبقت نوع من أنواع يعني ممكن دخلها في الثقافة. في عدد كثير من الدول أنا مشيت لها بلقى الناس يعني هم بكونوا من أجناس أخرى أو من دول أخرى لكن بيتكلموا بعربي جوا. فمهم جدا إنك تقدر تتكلم بلغات كثيرة. فحتى في مقولة مشهورة بتقول إذا أردت أن تأمن شر قوم فأحفظ لغتهم أو كلامهم. نعم. الحاجة دي بتحميك من شرهم تماما في كل يعني تخش معهم في ثقافاتهم. نعم. في عاداتهم في تقاليدهم. نعم. بتضيف لك كثير جدا في حاجاتك كلها يعني. نعم. أكيد طبعا مشاعر برضو نحن عايزين نقول إنه يعني اللغات دي اتميزت اتميزت حتى يعني احنا لاحظنا انه في من اللغات المحليه هسه بقت تكتب وتقرا. نعم. يعني حتى نحن يمكن في بعض من الكتب السماويه يعني مثلا زي الانجيل او الكتاب المقدس. نعم. هسه الكتاب المقدس في بلغه بتاعت الدينكا في بلغه بتاعت النوير في بكل اللغات يعني دي اتعمقت وبقت هسه حاليا يمكن دي مع مرور السنين والايام بتكون موجوده لان اوريدي هي حاجه بقت مكتوبه في الكتاب. هي تراث يعني زي ما ذكرت في البرنامج تراث ثقافه بنقدر نتكلم بها او نقدر نتخاطب بها ويعني الفهم شنو انه نقدر نوصلها بصوره كويسه. في احيانا في لغات يعني بمرور الزمن بقت تضاف لها حاجات وفي لغات ثابته كما هي. نحن بنتمنى انه نتواصل معاكم ونشوف رايكم شنو في اللغات وكمان بنديكم رساله كده انكم كل زول فيكم عايز يكلم اهله باللغه اللي هو حابين انه يتكلم بها مع اهله. بالتاكيد الليله في حلقتنا ليوم الليله. نعم. اللغات. نعم. اكيد طبعا. وبرضو المشاهد الكريم لما يكون في تواصل بيننا وبينكم اكيد نحن في النهايه بنطلع بنتيجه كويسه ولان تواصلكم لنا بتضيف لنا حاجات كثيره وبتكون عزيمه قويه بالنسبه لنا. عشان كده نحن بننتظر مكالماتكم عبر ارقامنا الموجوده اسفل الشاشه وكمان ممكن تراسلونا عبر صفحتنا في الفيسبوك SSTV احلى صباح شو. بالتأكيد كل الناس اللي بتابعونا الآن هم عرفوا موضوع حلقتنا اليوم الليلة نتواصل فيه أكثر عبر أرقام التلفونات وكمان على صفحتنا على الفيسبوك ونتكلم أكثر عن موضوعنا الليلة اللغات في جنوب السودان. أكيد طبعا يا مشاعر زي ما احنا يمكن تكلمنا عن اللهجات أو اللغات المحلية يعني دائما هي المحرك الأساسي يعني لأي قبيلة أو لأي مجتمع لأنه ما في قبيلة يعني هي مما قامت ما بتكون عندهم حاجة بتميزهم. نعم. أكيد في أي قبيلة هي مما قامت بتكون في عندهم لغة بتميزهم بتميز ثقافاتهم بتميز عاداتهم ونحن برضو نحن نحاول أنه نعمق يعني لغتنا في اي حته اللي احنا مثلا موجودين فيها. هسه في جنوبين يعني هم عايشين في بلاد المهجر بنلقى جزء منهم كثير ان هم يعني بيعلموا اطفالهم باللغه بتاعتهم. نعم. لان هم يكون عارفين لغتهم اي هم عايشين في امريكا عايشين في استراليا برضه هم ما بيتخلوا عن لغتهم لكن هم بيحاولوا يغرسوا او يغرزوا اللغه بتاعتهم في اطفالهم او في ابنائهم. مهم جدا حتى انت لما تمشي لمحل ثانيه صح انت بتضيف في حياتك اللغات بتكتسبها احيانا. نعم. بتكون ما عارفها لكن على المحل اللي انت موجود فيه بتكتسب اللغه دي لكن ضروري جدا انه احنا نعرف لغاتنا نعرف حاجاتنا نعرف نقدر نقدمها بصوره كويسه لكل الناس. اكيد اللي بيتابعونا عبر حلقاتنا اليوم من احلى صباح موضوع اللغات في جنوب السودان بتمنى انكم تتصلوا علينا وتشاركونا ونشارك مع بعض هذا الموضوع وكمان نتكلم في الرسائل القصيره اليوم الليله يا سلمى. اكيد طبعا. برضو يا مشاعر نحن برضو نحن عايزين نتكلم برضو من يعني جزء من اللغات. برضو عندنا مثلا زي ما احنا قلنا عندنا 64 قبيله. نعم. يعني احنا نقول انه يعني لغاتنا كثيره ممكن نقول. نعم. الدينكا النوير الشلوك الباري. نعم. البلندا يعني بس معلش ما تزعلوا ما يعني كل اللغات صعبه انه هي 64 هنا. نعم يعرفها. نعم. كلها لكن الخط مفتوح لكم انكم نتكلم فيها في حلقاتنا اليوم الليله عن اللغات. وبرضه نحن بنقول لكل المشاهدين او اللي بيتابعونا في برنامج احلى صباح دي فرصه ليك لو انت واحد من ال 64 قبيله برضه عندك فرصه انك انت توصل لنا رساله بلغتك او بالمعنى الشعبي بتاعتنا الرطانه بتاعتك. نعم. اكيد نحن نتواصل مع كل المشاهدين اللي بيتابعونا عبر حلقاتنا الليله من احلى صباح واول تلفون. صباح الخير. صباح النور. الو 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 صباح الخير. صباح النور. الو الو مرحبا بك كده عرفنا بنفسك ومن وين متصل؟ أنا قاعد أتصل في مستشفى قضاء طبي. من وين؟ منو؟ في قضاء طبي. من السلاح الطبي لكن منو اسمك؟
اسمي ماما ربيكا جيشون. ماما ربيكا صديقة البرنامج، كيف انت؟ ان شاء الله انت كويسة. انا كويس لكن انا عيان شوية. الف سلامة عليك وان شاء الله تكوني بصحة تامة ان شاء الله قريب. علينا صباحنا كويس. اتفضلي. اصبح كويس كمان. الله يديك العافية ان شاء الله. وتفضلي الليلة موضوعنا عن اللغات في جنوب السودان. اللغات في جنوب السودان اي زول معلوكة بتاعه طبعا. نعم. زي انت كنت كلمتهم. اي قبيلة معلوكة بتاعه. لكن كان جيتنا في الجماعير عندنا اثنين لغة بس، انجليزي وعربي. ده بالنسبة للدولة في جنوب السودان انجليزي وعربي، لكن يعني كمواطنين او شعب عندنا لغات كثيرة جدا بقبائلنا المختلفة في جنوب السودان. يعني زول عنده اللغة بتاعه يعني. طيب اللغة بشارك الناس كله حتى عشان الناس يفهموا كله الا عربي وانجليزي. نعم. كلام بتاع اللغة عشان الناس قاعدين ونسوا بعربي جوا. ده زول ما مشي في المدرسة بتاعت العربي. بعيش بالروتانا الصغير. ماما ربيكا نعم. الروتانا في وجهة نظرك مهمة يعني ممكن نستخدمها ما بتكون فيها أي مشكلة أي حساسية يعني؟ نعم يعني زي تيجي حتى تكون قاعد فيه ده ما ممكن الناس يصدموا روتانا فيه. نعم. الناس يصدموا إنجليزي وعربي. يا وممكن يفهم كله. وكان كلمت حسب روتاني حتى ده ما ممكن تفهم انا من دينكا. نعم. وحتى كان كلمت لك من دينكا حتى ده ما اي زول كله برا ما بسمع زول الما دينكا ما بسمع. لان هي خاصه بقبيله محدده. يعني اصلا انا من دينكا. وكان كلمت حسب من دينكا الناس بارده بمشي وين؟ وبعد الناس قبايل ديل بمشي وين؟ بفهموا باللغه ياكل واي زول قاعد تابع. قاعد تابع جنوب السودان قاعد يتكلم شنو؟ طيب يا ماما ربيكا يعني كونه انه يعني الناس تعرف لغات بعض الحاجه دي كويسه بالنسبه لي يعني انا ما يعني انا قبلتي تكون في اتجاه محدد وبعرف اللغه حقتي انا لكن عايزه اعرف اللغات الثانيه لغه مهمة. يا بنتي لغه بتاعتي ممكن تمشي تتكلم في البيت من عصر بتاعك كانت تجيب في مال الشغل انت بتفهم من اللغه بتاعت الشغل إذا بكلم باللغة بتاعت الشغل في مال شغل في مال جماعير. نعم. عشان مال شغل فوق جماعير كله بتاع جنوب السودان كله الكل. معناته جنوب السودان كله الكل ما قاعد يتكلم بروتانا واحد. نعم. أنا حتى كان ماشي في جماعير ممكن نتكلم بروتانا الدين الناس التانيين ده ما جنوبي. نعم. ما علينا جنوبيين كلنا لكن روتانا بمشي ممكن نتكلموا في البيت. في البيت. رسالتك وصلت ماما ربيكا، شكرا لك كثير وشكرا لمشاركتك الليله معنا في موضوعنا اليوم الليله. شكرا لكم كمان ربنا معكم. شكرا كثير. يمكن يا سلمى ماما ربيكا حدد انه لازم يكون في خصوصيه في الكلام او في الوطن. هي في البيت بس، فبرا نطاق العمل الناس تتكلم باللغتين الرسميتين النص عليهم الدستور في جنوب السودان هي العربي والانجليزي. العربي والانجليزي. نحن بنحييها لها التحيه عبر برنامج احلى صباح، ودي صديقتنا يمكن يعني مداومه لبرنامج احلى صباح، ورغم انها يعني هي قالت مريضه وبرضه ربنا يشفيها. ربنا يديها الصحه. الو مرحبا. الو السلام. صباح الخير عليك. انا اسمي مارتن. اهلا بك مارتن، متصل لنا من وين؟ هلا. يا هلا بك، متصل لنا من وين؟ هلا. هلو. هلو. اهلا مارتن، احنا سامعينك بوضوح، اتفضل. يبدو انه في مشكلة في الشبكة. نعم يا سلمى مارتن قطع الاتصال. نعم يظهر انه الشبكة تعبة، لكن احنا زي ما قلنا يا مشاعر يمكن هي برضو اتكلمت لنا في حاجات مهمة جدا، وفعلا انه اللغات المحلية يعني ألو. ألو. السلام عليكم. اهلا بيكي سعاد عبد العزيز، معكم في الخط. اهلا بيكي سعاد، متصلة لنا من وين؟ ألو. صباح الخير عليك سعاد. ألو. اهلا ونحن سامعينك، صباح الخير. ألو. بتاع نحن سامعينك بوضوح، اتفضلي.
يبدو انه ليلى في مشكله في الاتصال، بتمنى انه الاتصال يكون كويس عشان نقدر نتكلم مع اكبر عدد من الناس اللي بيتابعونا دائما عبر حلقاتنا الليله في احلى صباح، وموضوعنا اللغات في جنوب السودان. نعم. برضو هلو هلو عزيز تي في. نعم اس اس تي في برنامج احلى صباح. هلو اهلا وصباح الخير عليك. هلو هلو. يا ظهر يا مشاعر، الشبكة كعبة وحارمانة إنه ما نحن نسمع عن أصدقائنا، لكن نحن بنشجع إنه يحاول يتصلوا بينا لحد ما نسمع آرائهم ومداخلاتهم في موضوع الليلة. نعم، أنا بتمنى إنه والله كل الناس تتواصل معنا وتشارك معنا في موضوعنا اليوم الليلة، لكن شكل الشبكة قاعد تخذلنا، بتمنى إن الشبكة ما تخذلنا في تلفون. ألو. نعم فقدنا الاتصال. برضو يا مشاعر فعلا نحن يعني يمكن دي كانت بداية موضوعنا قبيلي، بانه يعني بيتين نحن نقدر مثلا نتكلم يعني بلغتنا او لهجتنا المحلية، يعني يكون المكان المناسب. هلو 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 صباح الخير عليك. الو الو صباح الخير عليكي. عليكم السلام والرحمه، كيف عاملين؟ بخير الحمد لله. معانا مو متصله لنا من وين؟ ازيك مشاعر؟ مشاعر معانا. مشاعر كيف عامله؟ تمام سلام. نحن كويسين الحمد لله. بس كيف عندي لك ملاحظه بسيطه جدا. نعم تفضلي. ممكن تمدلي رجلينك لو ما حلوين لك هنا على الشاشة وتكوني مخلفة رجلينك؟ انا والله صوتك ما واضح لي، يا ريت تعلي صوتك عشان اسمعك بوضوح. انت ليكي صفات المذيع بيقول انه انت قاعدة على الشاشة ما حلوة ترفعي رجلك. حاضر يا ستي، فلكم احتذاري بالتأكيد انه الكلام اللي انت قلتيه بتمنى انه ما يتكرر تاني، وسعيدين باتصالك برضه. نعم. نحن بنشكر انه كل الناس اللي بتصلوا بينا، وبنحترم كل ارائهم ووجهات نظرهم. اكيد طبعا دي وجهات نظر خاصه. نعم. بها هي. ونحن برضو بنتواصل معكم المشاهد. نعم. الكريم في موضوع حلقتنا الليله عن اللغات. نعم. او اللهجات المحليه. نعم اكيد بنتواصل مع كل المشاهدين اللي بتابعونا وبتابعونا حلقتنا اليوم الليله في احلى صباح، وناخذ تلفون. الو مرحبا. الو الو مرحبا. يبدو انه يا سلمى انقطع الاتصال، ونحن اكيد بنتواصل مع كل المشاهدين اللي بيتابعونا عبر حلقاتنا. الو مرحبا. مرحبا كيف حالكم؟ كويسين الحمد لله، كيف انت؟ الو الو مرحبا. الو صباح الخير. الو يبدو انه في مشكله اكيد الليلة في الشبكه ونحن بنتواصل. نعم هلو هلو اهلا بك، صباح الخير. صباح النور. معانا منو متصله لنا من وين؟ وانقطع الاتصال مرة ثانية، وأكيد نحب نتواصل معاكم مع كل مشاهدينا اللي بتابعونا الآن عبر حلقاتنا اليوم الليلة من أحلى صباح. ويمكن أحيانا يا سلمى اللغة ممكن تكون جواز سفر أو جواز عبور. نعم. لمناطق كثيرة أو لحاجات كثيرة. نعم. جدا أكيد طبعا. ونحن برضو يا مشاعر نحن لازم نعتز بلغتنا أو بلهجتنا مهما كانت، في النهاية دي يمكن لغة بتاعت أجدادنا وبتاعت آبانا، يعني إحنا مما قمنا نحن لقيناها، عشان كده إحنا لازم نحافظ عليها ونعتز بها وكمان نعمقها. في تلفون تاني. ألو 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 صباح الخير. أهلا صباح الخير. مرحب بك. الحمد لله. تسلمي تفضلي. اوكي طبعا برنامجكم عن اللغات. نعم. وطبعا برنامج كويس لانه معظم الجنوبيين بتاعنا لو لاحظنا في السودان. نعم في جنوب يعني السودان. بيعلموا عيالهم عربي فقط. نعم. حتى لو جه الجنوب هنا زول ما بيعرف لهجتهم الاصليه. قبال لو جينا للناس اللي في اوروبا هنا العيال بيجوا من هناك انجليزي. نعم
يعني ما بيعرفوا اللغة الأم حقهم. يعني لو جهت لو مشوا بلد وكده بيتكلموا الإنجليزي مع بعض وكده. يا بيتكلموا إنجليزي أو عربي؟ قبل ما نتكلم معاك أكتر ما عرفتينا بنفسك. أوكي أوكي اسمي ألوم. ألوم نعم. طيب انت رسالتك للاسر شنو؟ يعني زي ما قلت الناس بتجي من مجتمعات مختلفه من السودان او من الدول الثانيه بيكونوا جامعين يا العربيه يا الانجليزيه، واللغه بتاعتهم الاصليه نقول عليها هي بتكون منعدمه تماما. انت بتقول لهم شنو رسالتك لهم شنو؟ بجد اللغه المحليه ده مهمه جدا. يعني كونه انا اعرف لهجتي ده حاجه كويس، لانه يعني في معظم اللهجات في جنوب السودان ممكن زول يلقى ثلاثة أربعة لغات كده. ممكن عشان انت لو قاعد في مجتمع تعرف انه مثلا تتواصل معاهم. يعني ما مثلا انا دينكا ممكن لو لقيت لي بيت من ممكن نتعلم كم لغة كده مثلا من القبائل المختلفة الموجودة عندنا في جنوب السودان. عشان كيف انا لو لقيت مثلا صاحبتي من حتى سلام بس ان شاء الله سلام. نعم. عشان لو نوير مثلا اقوم اقول له مثلا سلام بس بلغته. نعم. ولا من بلندا برضه كده. عشان كيف نقدر نتواصل احنا مع بعض؟ اللغات طبعا بيربط الناس. نعم اكيد. فلو اي زول بيجي يقول لي يا اخي ده دينكار وده كده وده كده، رغم ان انت ما بتعرف اللهجه حقهم ذات وكده، لكن مهم جدا انك تقدري حتى تشيلي لو ما كثير بسيط، ما العافيه درجات. الزول بيتعلم كل يوم حاجه جديده، شويه شويه بتقدر روحك انك انت وصلت مرحله كويسه يعني. يس، حتى لو ما داير يشيل اللغه كله لكن سلام بس على الاقل. نعم. فاحنا لما نكون قاعدين مع بعض ونعرفوا لغات بعض كويس. نعم. يعني في ما وجدالي اتكلمت مثلا في محلات قدام مجتمع ممكن الناس يتكلموا بلغات وكده، رغم انه يعني ما عيب ولا ممنوع الناس يتكلموا بلغات المحلية. نعم. يعني ممكن هسي ده حاجة شائعة في الجنوب، انه مثلا ممكن يكونوا قاعدين كله من نفس القبيلة ذاته لكن ما بيتكلموا لغة محلية، بيتكلموا انجليزي او عربي. رغم انه ما بيتكلموا بلغتنا المحلية طبعا. فهي ما فيها اشكاليات كبيرة، ما فيها حاجة اصلا، طالما احنا مثلا معلش لو قدامنا مثلا ناس اجانب ولا كده واحنا في نفس الجروب يا هم عليك، لكن لو نفس الناس ما في داعي يعني الانجليزي وعربي وكده. نعم. شكرا كثير لاتصالك ولمشاركتك معنا الليله، شكرا كثير، بتمنى انك تواصلي معنا دائما في حلقاتنا. شكرا لك كثير. يمكن يا سلمى ده راي مختلف شويه. نعم. ان اتكلمت فيه وبعد شويه ماما ربيه كبير قالت المكان العام صعب انه الناس تتكلم بلغات محليه، يعني عم تتكلم باللغات الرسميه. هي قالت ما فيها مشكله. نعم. طبعا ممكن تتكلم بها. الون يمكن يعني ليها التحيه، يعني اتكلمت لنا فعلا عن حاجات مهمه. يعني نحن مثلا يعني ليه ما نشيل مثلا نتعلم كلنا لغات بعض؟ مثلا الليلة في لغة مختلفة ممكن أشيل منك حاجة بسيطة، الليلة السلام، بكرة بعدي هنا كده، حنكون شنو حاولنا يعني عملنا وزن. نعم. بيكون في ما بين وزن كده يعني. وكده وعرفنا. نعم. حاجات كثيرة. هلو فقدنا الاتصال. نعم. يظهر انه في مشكلة بالشبكة. نعم. الو مرحبا. الو مرحبا، صباح الخير. نازل اكل. شكرا لك انك اتصلتي علينا وتكلمتي معنا، احنا بنشكرك كثير. حتى لو الخط قطع بتمنى انك تتواصلي معنا مره ثانيه، واكيد احنا بنتواصل مع كل المشاهدين يا سلمى في حلقتنا. نعم. الليله عن اللغات في جنوب السودان. وفي تلفون ثاني. الو صباح الخير. صباح النور عليك. معكم وسام بن ويليام من مدينة طنطين. معانا منو؟ معكم دين ويليام. دين ويليام من طنطين، أهلا بك دين. أنا كمان أنا راي بجيب شوية كده.
نعم. لكن برنامج منه برنامج جميل، برنامج كويس كده. ممكن تسلم كثير. برنامج منه يعني برنامج لوكا بين عربي وباي كمال، لأنه برنامج كويس. بس كان فوق 34 نبيلة. نعم 64 قبيلة. في لوكا بتاعه. نعم. فا ممكن ما ممكن نحن نقدر نعلم اللغة دي الكلو. لكن ممكن واحد يسمى واحد اثنين ثلاثة من دكان ديل وكمان نتعاول تعلم، لازم حاجات ديل تكون عندك يعني تسلم ناس وتدرس عليهم كيف. طيب طيب استاذ زين، يعني زي ما انت قلت عندنا 64 قبيلة، يعني نحن ممكن يعني نتكلم بلغتنا ده في اي مكان؟ طبعا اكيد الكلام ده ما حاجه سهله عشان تعلم 34 قبيله اللغه ده كله. نعم. لانه اصلا انا زمان انا مولود في البلد ده، وانا فيها عندي في حاجات من قبائل انا ما قابلتهم ذات. نعم. لان شكل الشغل ده صعب جدا عشان تعلم اللغه دي. نعم. ف انا عايز بنقدر نشوفه. يعني انت ممكن تقول الشيء الكويس انت ممكن تشيله؟ لازم انا اذا كان هذا ده حقوق انا احاول اجاريه ثاني ده شو شو لما انا بعمل حاجه انا بقدر، وكمان انا جنوبي كله كان الناس يحاول عشان يتكلم بعربي وانجليزي في حاجات زي المكتب مكتبة وحاجات كده. نعم. يعني في الاماكن العامه نتكلم اللغتين الانجليزي والعربي. ايوه اوكي. طيب استاذ دين، نحن عايزين نديك انك ترسل لنا رساله باللغه بتاعتك. والله انا برسل لكم رساله ده بثم جانانو. نعم. وانا بعرفه. نعم اتفضل. انقطع الاتصال. انقطع الخط والشبكه فعلا حرمانه يا مشاعر، عشان ما نقدر نسمع يعني الكثير من المتصلين او من اصدقائنا بتاعت برنامج احلى صباح. بنتمنى انه نتواصل معاهم والشبكه تكون كويسه، نقدر نتكلم معاهم اكثر، وكمان مساحه مفتوحه لكم انكم تعبروا او تقولوا اي حاجه بالنسبه لاهلكم بلغاتكم المحليه في حلقتنا اليوم الليله من احلى صباح. راسلونا عبر التلفون وكمان عبر الرسائل. أيوة. الغصيرة. السلام عليكم. مرحبا صباح الخير. السلام عليكم. عليكم السلام، كيفك؟ الو مرحبا بكم، اهلا وسهلا. كيف انت؟ ان شاء الله انت كويسه. الو نحن سامعينك، اتفضلي. الو 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 نحن سامعينك، اتفضلي. كيف حالكم؟ كويسين. انا معاكم هنا في سمي سعاد من اذاعه جنوب السودان. مرحبا بك. انا بتكلم يعني بعترض كلام ربيقه، بيقول الاساس انه اللغه العربيه بتاعنا بتاع جبه ده عربي، يعني ده نسل، يعني اللي بيتكلم عربي جبه ده نسل ما مشوا مدرسه، يعني كيف يعني؟ ما صح. طبعا يا طبعا يعني يا استاذ سعاد بيكون ده راي مع ربيقه، بس قلنا يعني احنا من الصغار جينا نتعلم لغه عربي جبه. نعم. وعربي جبه ده يعني احنا ما مشينا المدرسه وقرينا لحد الجامعه، قرينا كل الناس، لكن اللغه ده اللغه الوحيد في جنوب السودان بيجمع الناس كله. نعم. كان في السوق ولا وين ولا وين، حتى الاجانب اللي بيجونا هنا ده يعني بيتعلموا مننا، بيجوا يتكلموا عربي جيب. عربي جيب ده من اللغه سهله جدا. نعم. والنطق بتاعه سهل والفهم بتاعه سهل. كيف يا ربيك اللي بيقول معانا عربي جيب ده؟ ما تزعلي يا استاذ سعاد، ما تزعلي، وليك العتبه حتى طردي. واكيد نعم اكيد ماما ربيكا ده رايه هي. كله عندهم لغه، اللغه الانجليزيه ده لغه دخيله علينا. نعم. لكن احنا بدنا نتكلم لانه ده اللغه الرسميه بتاع الدوله. نعم. يعني اللغه العربيه دي بتاعنا ده. هاي يعني عشان كده لازم الناس يعني الواحد لما يتكلم بالمنطق، يعني ما يقول بقى الناس ما مشى المدرسه عشان كده يا هندا يتكلم عربي جوا، كيف يعني؟ ما صح.
شكرا يا شكرا يا سعاد، شكرا على رايك، وكمان ماما ريبيكا برضو ده رايه، ونحن سعيدين حقيقه بكل ارائكم اللي بتقولوها لنا، وعربي جبنا من اللغه اللي اصبحت رسميه برضو يا سلمى. يمكن برضو نحن يعني اخذنا سعاد زعلانه شويه الكلام ده، لكن قبل ما تزعلي بنحيي الاستاذه سعاد. نعم. وده اراء بتاعت الناس، ونحن يا ريت يعني مثلا نحن كلنا بنحترم راي كل زول، وحتى المثل بتاعنا بيقول لولا اختلاف الاراء لبارة السلع. نعم. اكيد اي زول بيكون عنده راي. وفي اتصال ثاني يا سلمى. الو، اتقطع اتصال زي ما ذكرتي. نعم. في اخر نقطه قلتي لولا اختلاف الاراء لبارة السلع. اي كل زول له رايه. نعم. اكيد اي زول بيكون عنده وجهه نظره الخاص. الو، مرحبا. الو 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 صباح الخير. انقطع الاتصال، بتمنى اني اعود الاتصال مره ثانيه عشان نتكلم اكثر في موضوعنا اليوم الليله، لغات في جنوب السودان. بتمنى انه الناس ما تزعل خالص مع بعض، لانه احنا في النهايه هنا بنحاول نقدم خدمه ترضي كل الناس. آه. اللي بتابعونا. بس اكيد يا سلمى. اكيد زي ما انت قلت مشاعر، احنا بنحاول نقدم خدمه ترضي كل الناس. الو الو صباح الخير. صباح النور. نعم، معنا من متصلين، من وين؟ انقطع الاتصال مرة ثانية. يظهر انه الليلة الشبكة كعبة يا مشاعر، وحارمانا من اصدقائنا. نحن زي ما نحن ذكرنا يا مشاعر انه يعني نحن. الو 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 صباح الخير. صباح النور عليكم. معانا منو متصلين، من وين؟ معك سوزان جشوة. سوزان جشوة، اهلا بك سوزان. نعم، متصلة من حي الجامعة. اهلا بك واهلا بكل الاهل في حي الجامعه، اتفضلي. طبعا موضوعكم عن اللهجات، مش كده؟ نعم. انا عايز اقول انه اللهجه طبعا مهمه لكل زول. انقطع الاتصال، ويمكن سوزان هي صديقة مداومة لنا في أحلى صباح، بتتكلم معنا دائما وبتدينا آراء كمان. بتمنى إنه الخطأ المرة الجاية سوزان يخش معاك ونقدر ناخد كلامي ونعرف آراية توصلي رسالته. وفي تلفون آخر. ألو 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 مرحبا، صباح الخير. والله مرحبا بك. انقطع الاتصال ثاني الليله، رغم انه احنا منتظرين كثير جدا من اراء الناس، لكن الشبكه ما مساعدانا ابدا عشان ما نحن نسمع اراء اصدقائنا، وحتى مثلا يشاركونا الراي او يشاركونا موضوع حلقتنا الليله عن اللغات او اللهجات المحليه. نعم. لكن برضه نحن يا مشاعر بنقول لكل اللي بيتصلوا بينا او اصدقائنا، يعني انتم حاولوا بينا، حاولوا تتصلوا لحد ما نحن نسمع ارائكم حول الموضوع بتاعه الليله عن اللهجات او اللغات المختلفه. الو مرحبا. الو الو صباح الخير. نور بيو. بخير الحمد لله. معانا منو متصل، من وين؟ مجاك من الملكية. معانا مجاك متصل من وين؟ الملكية. مين الملكية؟ اهلا بك مجاك. البرامج الاولى ده مو برامج. نعم. لكن شغله بتجي براءه وتمدد زي ملكات. نعم. يعني ملكات ناس بتتكلم ثلاث لغات. نعم. الشلو النوير والدينجا. اكيد طبعا، وكلما الثلاثه بيعرفوا لغات بعض، كل مع بعض بيتكلموا لغه. نعم. لكن بعد فتره طويله الناس بيجوا شنو ولدهم وبيلعبوا الشفا والنسوان مع بعض. نعم. حتى ما يرزوا لغه مع بعض. نعم. لكن طيب. طيب استاذ نجاك، انا عايز اقول انه يعني اللغات المحليه يعني هي هسه حاليا مقبوله اجتماعيا؟ الاجتماع بلمنا الناس، اذا كان الناس بيتعارفوا في اللغات مع بعض. نعم. ما في مشكله. لكن قلنا شعني مثلا تعرفوا اللي زول دايره لازم يعرفوا وما مرمطوا ما بيقدر يعرفوا. الحاجه دي بتجي من اوتوماتيك بيراها، انا لو ديرك بعرف اللغه دي. نعم. انا بعرفها. نعمق لغاتنا المحليه. يعني في ناس يمكن يعني اجمعوا بانه اللغات المحليه هي شيء كويس، كون انه الناس كلها تعرف لغات بعض، وفي ناس برضه عندهم راي مختلف بيقول بس من المفترض اللغه التداول بس العربي والانجليزي. نحن كيف نقدر نعمقه؟
أنا في يوم مشيت مينا. نعم. مشيت شربت شاي هناك، شايف أكثر بنات بيتكلموا طعم بينا ولا طعم بينا، قلت له أنتم كلكم بينا ولا أرجع لهم. بس الناس اللي بيشربوا شاي كثير عندنا يقعدون كلهم. فعشان كده أنا مينا بنتكلم معهم. نعرف لغتهم. نعم. الشغل أول حاجة بيتأثر في الأغلبية بتاع الناس. نعم. حتى الناس اللي بيلم فيه كثير. نعم. وما في مشكلة، ده الواحد الجنوبي ده في جاران ناس يعرف اللغة مع بعض. أكيد مهم جدا. أنا بفهم الناس أحيانا بيختلف عندهم الفهم، أنا ما بفهم كلامك أنت ما بفهم كلامك بتعلم منك. يا بتكون الناس بيقوم بيختلفوا. فعلا أكيد إنه دائما يعني الوحدة بتجي دائما لما الناس تتعايش مع بعض، تعرف لغات بعض، يفهموا بعض. ده المطلوب اصلا. طيب استاذ مجاكي. نعم. بالتالي من تشكيل البيوت، انا اصلا انا بنتها وانا ساكن في ماليزيا. انا لما بقول لك انا ساكن في ماليزيا انا بيستغرب بقول لك اللي دخل ماليزيا اسمه انت مجاك كويس انا بيستغرب حاسه حاليا اصلا ميا انه الكلب دائما بينك في تجاه. نعم. حاسه تمشي 107 تلقاهم كلهم بينك. يعني كنت في تجاه معي ناس غير كده ناس غير كده الشفه ما تقول ما عارفين لغه مع بعض. كويس اللي في المدارس طبعا بيعلم اللغه اللي بيتكلموا فيها ما بيمشي يتكلم ويخلي الانجليزي اللي بيدرس اللغه العربي ده يمشي يتكلم لغه بنجا في المدرسه لكن في حال ممكن يتكلموا مع بعض. نعم اكيد صح اكيد طبعا لازم يكون يعني حتى بين الاطفال بيلعبوا انه هم الليله تشيل من ده سلام من ذاك يعني كلمه كلمتين كده الناس بتتعلم. اي انا بس القرارات الجنسيه البيتس عامله انقطع الاتصال بيني وبين المتصل استاذ مجاكو يتكلم كلام يمكن كويس بيبين هو في كلامه هو انه اللهجه تستخدم من اقليم لاقليم او في من مكان لمكانه او من حي لحي يعني نقل تواصل في النهايه بين اللهجات المحليه. احنا بنشكرك كثير على رايك واكيد بيتواصل معاكم مشاهدينا في كل مكان. حلقتنا اليوم الليله عن اللغات او اللهجات المحليه في جنوب السودان، بتمنى انكم تتصلوا علينا وتشاركونا بالتاكيد في موضوع الليله يا سيدي. اكيد طبعا مشاعر. هلو برضو مشاعر، نحن عودنا المشاهدين بفقراتنا المتنوعة. إذن المشاهد الكريم خلونا نطلع فاصل فقرة حركة الطيران وحنرجع لكم ثاني من جديد. نعم من جديد لكم، التحية من جديد المشاهد الكريم، وبنحيي كل من انضم لنا في برنامج أحلى صباح، ونحن لسه متواصلين معكم المشاهد الكريم في حركة الطيران. عندنا شنو الليلة جديد يا مشاعر في حركة الطيران يا سلمى؟ اليوم الليلة يمكن بنبداها بشركة تاركو، هي عندها 3 رحلات في الأسبوع، الثلاثاء الأربعاء الخميس للرحلة من الخرطوم الساعة 8 صباحا والوصول إلى جوبا الساعة 9:45. دي كانت شركة أو طيران تاركو. وعندنا كمان مصر للطيران 3 رحلات أسبوعيا الاثنين والأربعاء والخميس، زمن الوصول الساعة 32 والإغلاق الساعة 4:15. أيضا يا سلمى عندنا سودانير الثلاثاء والخميس، الثلاثاء الإغلاق من الخرطوم الساعة 12:30 والوصول إلى جوبا الساعة 1:45. هو عندنا كمان الرواندية كل أيام الأسبوع، الرحلات الصباحية الاثنين الثلاث والخميس والسبت، زمن الوصول الساعة 9:15 والإغلاق الساعة 10 صباحا. نعم برضو الطيران أثيوبيا جوبا الوصول الساعة 11 والإغلاق الساعة 12. عندنا كمان الكينية رحلتين يوميا من كينيا إلى جوبا صباح ومساء، زمن الوصول الساعة 9:25 والإغلاق الساعة 10:30. أيضا عندنا فلاي دبي هي رحلتين يوميا الوصول الساعة 2 والإغلاق الساعة 3.
كمان عندنا فلاي 540 رحلتين يوميا صباح ومساء، زمن الوصول الساعة 11 صباحا والإغلاق الساعة 11:30 دقيقة. وكمان بالنسبة للرحلات المسائية الوصول الساعة 4 مساء والإغلاق الساعة 4:30 دقيقة مساء. دي كانت حركة الطيران يا سلمى اليوم الليلة. نقول لكل الناس الجايين مرحب بكم كثير، وكمان المسافرين إقامة طيبة للدول الماشلة. وكيف نحن نتواصل معكم في برنامجنا الليلة أو حلقتنا الليلة عن اللغات أو اللهجات المحلية في جنوب السودان. منتظرين أكيد تلفوناتكم، منتظرين كمان رسائلكم على صفحتنا على فيسبوك. نعم يا مشاعر، ونحن نمشي طوالي للنشرة الجوية. عندنا في النشر الجوية الأمطار التي رصدت في البلاد خلال 24 الساعة الماضية بلغت 33.4 متر في جوبا و 12.2 ملم في واو. كما رصدت الأمطار في بعض أجزاء البلاد اليوم، مما أدت إلى الانخفاض في درجات الحرارة. عليه أدنى درجة الحرارة سجلت في البلاد اليوم 19 درجة مئوية رصدت في مدينة راجا، وعلاها 37 درجة مئوية رصدت في مدينة الرنج. الفاصل المدري يمر اليوم في شمال البلاد. الطقس المتوقع خلال 24 ساعة القادمة طقس حار نهارا ومعتدل ليلا، ورياح الجنوبية إلى الجنوبية الشرقية والتي تتحول إلى الجنوبية الغربية خفيفة إلى متوسطة السرعة، مع ظهور سحب منخفضة ومتوسطة تتحول إلى سحب رعدية ممطرة عند الظهيرة والمساء، واحتمال حطول أمطار في معظم أجزاء البلاد اليوم ولغدا. الطقس المتوقع في مدينة جوبا خلال 24 دقيقة مساء الفجر يوم الغد عند الساعة 5:19 دقيقة صباحا، الشروق يوم الغد عند الساعة 6:39 دقيقة صباحا. يمكن يا سلمى، ودي درجات الحرارة المتوقعة في بعض مدن البلاد: جوبا الصغرى 21 والعظمى 31، ملكال الصغرى 23 والعظمى 30، واو الصغرى 21 والعظمى 36، رومبيك 22 الصغرى والعظمى 33، بانتيو 23 الصغرى و34 العظمى، بور 22 الصغرى و33 العظمى، راجا 20 الصغرى و73 العظمى، الرنج 4.0 الصغرى والعظمى 34، أويل 22 الصغرى والعظمى 35، وفي وراب 22 الصغرى والعظمى 35، وتوريد الصغرى 21 والعظمى 30. دي تحيات أسرة التوقعات الجوية مطار جوبا. نعم المشاهد الكريم، نحن لسه بنتواصل معكم في حلقتنا عن موضوع الليلة اللهجات المحلية أو اللغات المحلية. أكيد نحن نتواصل مع كل المشاهدين اللي بتابعونا عبر حلقتنا اليوم الليلة عن اللغات أو اللهجات المحلية. وفي تلفون يا سلمى. هلو هلو الو صباح الخير عليكي. اهلا وسهلا، انا سوزان. اهلا بك سوزان. طبعا الشبكه صعبه شديد من جديد، انا بحاول. نعم نحن كمان بنشكرك لانك انت حاولتي تاني لحد ما نحن نسمع صوتك. شكرا كثير سوزان. وتاني الخط يمكن ما حلفها برضه، بتمنى انه المره الجايه اكيد يا سوزان تتواصلي معنا وفي حلقاتنا الجايه، ولو كمان حاولي اكثر ان شاء الله في الحلقه دي برضه تتواصلي معنا. احنا اكيد بنتواصل مع كل المشاهدين اللي بيتابعونا عبر حلقتنا اليوم الليله اللغات المحليه. نعم اللغات او اللهجات اللي مقبوله كثير جدا من الناس في جنوب السودان.
نعم أكيد. برضه يا مشاعر نحن بنلقى يعني دائما يعني بالنسبة للغاتنا المحلية أو لهجتنا المحلية يعني نحن بنحاول بنعتز بها لأن لغتنا يعني هي اللي بتبرز أو هي اللي بتصهر هويتنا أو ثقافاتنا أو ثقافاتنا. نعم نعم. وده شيء يعني نحن لازم يعني نحاول إنه نحن ما نقول إنه مثلا خلاص نحن وصلنا المدى بتاع التعليم. ألو ألو سلام. أهلا بك صباح الخير. الخير. أهلا بك معنا. معك سبيت من عمارات. سبيت من العمارات. أهلا بك سبيت. تمام والله. والله كلامكم جميل لكن نحن كيف نركز في الكلام اللي هو الناس اللي انتوا قاعد تتكلموا لي ما فكرتوا إنه اللهجات المحلية بتاعت الجنوب السودان. نعم. أصلا نحن لو درنا واحدة اللغة عشان نحن نفهم كلنا مع بعض. نعم. يعني بقيف على سخن الأحياء ممكن الناس يسكنوا بعضهم يعني ما يكون قبيلة يكون إنه محل كامل بيناتهم. نعم. مثلا منقتين يكون قبيلة واحد وفي جبلدين يسمون بالقبيلة واحد كده. ليه سنين جاي ما بتتوحد في كلكم لكن لو بجير سخنتوا بجاي في باريا في لاتوكا في نراوي دينكا اللغة اللي انتوا دارتها في عمرتكم ما بتسمع معكم يعني اي زول بيتكلم معك. نعم. بالذات نحن عندنا أربع قبيلة إنه أصلا يعني من الصعب إنه يوحدوا مع الناس اللي هو فيه الدينكا والنهير وشلوك. نعم. يعني ممكن يدافع له للعن المندارة لكن بعض القبائل التانيين ممكن هم كويسين يمكن الناس يفهموا بعض إنه لغتهم قاعد يتكلموا شنو. طيب أستاذ يعني يمكن أنت قلت لنا كلام كويس. طيب عشان ما نحن نعمق اللغات بتاعتنا يعني خلاف إنه مثلا نحن نكون يعني قبائل مختلفة قاعدين في حي واحد كيف نحن ممكن نقدر نعمقها لأنه يمكن أحيانا نادر نلقى إنه في كذا قبائل يعني هم قاعدين في حتة واحدة. أوكي أصلا تام إنه مثلا الليلة مثلا ساكنين في حلة ده كل نشاط يعني ناس أي زول من الحتة الثانية. نعم. عشان نحن نداكل بعض باللغة اللي نحن قاعدين نتكلم فيها لابد إنه الناس يزوروا بعض. أوكي. نعم. اللي يكون في تواصل صاحبي ولد باريا. نعم. وانا مثلا من نوير بنشله ونحن من اول نتكلم ونشوف يعني بحلم منه كلمه كلمه وهو بحلم منه كلمات شويه كده. نعم. بنمشي قدام برضه انتوا نسائي برضه نفس الحكايه زي ده واطفال ده خلوه بيني نسائي بنلعب بعض يعني اكثر الناس الاطفال بنلعب بعض بعرف اكثر من الناس الكبار. نعم. يعني في الشغله هي اصلا من الكبار يعني تعليم الزول الكبير اصلا وعندنا عيب كمان نحن جنوفين يعني الجيران ده ممكن بالسنة يعني ده بيت في بيت ما بتشوف انه ولا تقول له صباح الخير يعني ده عالم كيف ما في واحد احيانا سنة ذات ما بنمشي ليه احيانا سنة ذات الناس ما بتتداخل لبعض ما سامع قلت جنون قلت احيانا السنة ذاته بيمر انت ما بتخش لجارك ما مش مش سنة والله سنين يخش ما بتنبذيات بسوء السودان اصلا ما في كلام غيره المهم انه نحن نتمنى انه يا اخواننا يعني ممكن نرسل لهشام جنوفين نحن ناس متاخرين جدا بزيادة ثلاثة القبائل اللي قلت عليك ده اللي هي الفيو ونوير ودي ألف كتاب وقاعد نتكلم لنا يا رامي كويس؟ نعم وأنا يعني ممكن أعرف لك لغات كثيرة مثلا لغة دينجا أنا بتكلم فيها ولغة نوير خلي بالي زايد فأنا أفضل لي مثلا اللغة بتاع الباريا جاي نتكلم وده المفروض إنه نحن حتى السنين الجاية ممكن الناس يقولوا أجيب لغة واحد نتكلم بها زي دول التانيين أوكي؟ ولكن الحاجات الثانية خلوه لكن وين؟ وين حاجة بوحد الناس؟ ما دام كان جيرانك ما قاعد تقول له صباح الخير وهي شنو هناك؟ خلينا نتمنى انه ان شاء الله يكون في توحد علينا كلنا يعني ان شاء الله برضه نحن عايزينك تدينا رساله او حتى سلام ساكت باللغه بتاعتك. نتكلم باللغه غير يعني؟ نعم باللغه بتاعتك اي وصل لنا رساله سلام. اوكي. نحن انا ده جودي يا ما يتيار يتيوند ده يا نير جمال اللي يلا كذا الى ريشا مين انه اي رامته غرامته جاي سيليان دي كير هو عم كيا دي يبا كي تدي كتود مغيما كذا لو جينا غا عشان دي ناي ران درما كران شي نار بي لو دي ران تما دي ران متلو يد سيجا انه يعني ننسى اللي ران سار برضو نير جون ما انا شو دوال كشو شو شو الليل يرمي جنا شكرا شكرا كثير تسلم. نحن بنشكر الصديق بتاعنا اتصل بينا يعني يمكن يعني دي حاجات مهمه يا مشاعر انه يكون في تواصل يعني دي حاجه بقت معدومه تماما خاصه هنا في جوبا
يعني ما في تواصل بيناتنا، ما في تداخل، ودائما يعني الجيران يعني احنا من المفترض نعرف الشيء ده، انه جارك البعيد ولا ودمك البعيد، يعني كونه انه نحن يكون في تواصل بيناتنا يكون ضروري جدا، ضروري جدا يعني اتمنى يكون في تواصل بين الناس، واتكلم هو في جانب ثاني انه الناس تتوحد مع بعض عشان تقدر حتى تفهم لغة الثاني او مصطلحات الثاني، وتكلم ايضا بالنسبه للاطفال انهم هم الاطفال الاكثر ممكن يشيلوا يعني اللغات بعض، رغم انه الاطفال هم بيلعبوا مع بعض سوا، لكن احنا بنتمنى انه يكون الناس تكون كلها مع بعض، تقدر تنقل ثقافتها باللهجات المحليه وكمان بلغاتهم. في تلفون ثاني. الو مرحبا. الو الو، احنا فقدنا الاتصال. ظاهر الشبكه كعبه يا مشاعر شديد خالص، وانا حبيت نتمنى انه نتواصل. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام. صباح الخير. صباح النور، تفضل. برنامجكم جميل على فكره. شكرا، تسلم كثير. وعرفنا بنفسك. انا ايمانويل واني من طنجة. ايمانويل، كيف اخبارك؟ الحمد لله. الليله احنا بنتكلم عن اللغات او اللهجات في جنوب السودان، تفضل يا ايمانويل. برنامجكم جميل، لكن انت عارف الموضوع ده بالذات انا دائما بناقض في نفسي كثير. نعم يعني كده قول لي، بتناقض نفسك في شنو؟ انا شخصيا بشوف ان اللغات دي يعني تراث ثقافه بالتاكيد، واحنا من جدودنا من ابهاتنا، فانا بشوف ان احنا كيف نطورها وبالصوره الكويسه. ايوه، من ناحيه ثانيه انا بشوف ان اللغات دي اصلا بتجيب ذاته وبتسبب في مشاكل وبترجع بلدنا دي لورا. نعم، بتسبب في التقليديه وبتسبب في حاجات كثير. ده رايي انا بشوف كده. ممكن تكون خصم على الناس يعني؟ ده رايك انت كده؟ قلت شنو؟ قلت لك ممكن تكون يعني ممكن تكون خصم على الناس، رايك انت كده؟ انا رايي انا كده. انا دائما بشوف ان اللغات ذاته هي خليك تحس ان انت بتنتمي لكده ولا قبيله كده ولا منطقه كده. أنا إحنا يا مانويل من الحلقة دي يمكن عايزين نوصل فهم إنه يا جماعة نحن لازم نتوحد مع بعض، وكونه إنك أنت تعرف قبيلة الشخص الآخر أو اللغة بتاعته أو رطانته هي بتكون إضافة في حد ذاتها للزول، ما يعني ما حاجة كعبة إنه الناس بتنقلها بأسلوب ما كويس أو بتفرق الناس، لا أبدا. ولا أنت رأيك شنو؟ والله هو برضه ممكن كده، لكن المشكلة الأغلبية بتاخدها بصورة مخطية. ما بالصورة اللي انت بتشوفيه ده والصورة اللي انت بتتكلمي عنه ده. لو كان الناس كلها بتاخدها زي اخونا الاول اتصل ثبت ولا منو ده كان جميل شديد. يعني الناس بتاخدها كده بفكرة عشان احنا ما نتعايش به ونتعامل به، لكن اصلا هي تراث. وهي بتكون اضافة في حياة الزول يعني. ها؟ هي بتكون اضافه في حياه الزول، كون انك حتى لو انت طلعتها خارج الدوله ومشيت دوله ثانيه ولقيت انه برضه ما هي اللهجه المحليه دي موجوده في العالم كله، يعني ما جنوب السودان بس بقبائله الكثيره، في العالم كله في قبائل ثانيه برضه بتتكلم بلغات مختلفه. يعني انت لو طلعت مشيت اي بلد قعدت فيها ضروري جدا انك تاخذ جزء من اللغه تحت الناس اللي هم موجودين يعني. اكيد على الاقل ان شاء الله لو السلام ولا تحيه عشان تقدر تحيه عشان تقدر يعني على الاقل او تتعامل بابسط حاجات اللي انت ممكن تتعامل بها باللغه اللي انت اصلا مشيت في البلد اللي انت فيه ولا في المنطقه اللي انت فيه. خليك ان شاء الله ما مشيت بلد ثاني يعني. مثلا مشيت ملكان بلد الشيلو بتاع على الاقل لازم تعرف اللغه ضروري حاجات بتاعهم يعني هي في النهايه نغلي الثقافه يعني. نعم شكرا لك كثير يا ايمانويل، شكرا لرايك. وايمانويل يمكن يا سلمى كان راي واضح، يمكن في اختلافات لكن في النهايه راي واضح، راي ناس كثير جدا. نحن اكيد بتواصل مع كل المشاهدين اللي بيتابعونا. اكيد برضه نحن يعني بنحييه، لكن برضه انا عايز اقول انه يعني نحن لما نشيل مثلا ثقافات بعض عادات بعض يعني يمكن دي بتساعدنا في حاجات كثيره. نعم. يعني انا الليله مثلا انا دينكاويه لازم اعرف اللغه بتاعت النوير، اعرف اللغه بتاعت الباري، بتاعت البلند، بتاعت كل القبائل. نعم، كل القبائل الموجوده حتى لو ما كلها يعني اتوحدنا اول حاجه، يعني بتكون في وحده بيناتنا، يعني ما في زول بيعرفك انت من ياتو قبيله. نعم. انت الليله مشيتي في نصهم ممكن تتكلمي لغتهم وبتتكلمي اللهجه بتاعتهم. اكيد انك انت يعني في النهايه يا سلمى يمكن احنا في جنوب السودان وحنطلع محطه زي ما عودناكم كل يوم كوبايه شاي بنكهه جديده الليله حنتابعها، واكيد جايين راجع لكم عبر حلقتنا اليوم الليله.